السلام عليكم وأهلا بكم. في كل الزمان لا يخلو العالم من الصراعات، الصراعات ما بين الدول وما بين بعضها، دايما الحروب والصراعات هنلاقيها قامت ممكن على أساس اختلافات على الحدود، إقليم من الأقاليم، ولكن في الوقت الحالي مفيش دولة في العالم كلها محتلة دولة بالكامل غير إسرائيل أو دولة الكيان الصهيوني، ومفيش شعب كامل تم خطف وطنه غير الشعب الفلسطيني اللي اغتصب أرضه على يد العصابات الصهيونية. الشعب الوحيد اللي في العالم اللي سرق وطن هما الشعب اليهودي، والشعب الوحيد في العالم اللي تخلى عن كل جنسياته وعن كل أوطانه وذهبوا إلى وطن جديد هم الشعب اليهودي. هو الشعب اليهودي الوحيد أو اليهود هم الوحيدين اللي اعتمدوا في حياتهم على الدين أكتر ما اعتمدوا على القومية بتاعتهم، بمعنى إن احنا في أي دولة من الدول هتلاقيها بتضم مجموعة من المواطنين ذات الديانات المختلفة، ولكن كلهم بيدينوا بالولاء إلى وطنهم. يعني احنا هنا في مصر ما فيش حد مسلم او مسيحي، ما فيش حاجة اسمها دول مين اللي بيحب الوطن اكتر، احنا الاتنين بنحبها. امريكا على سبيل المثال، امريكا فيها مجموعة كبيرة ومختلفة من الديانات، يمكن الديانات اللي انا شخصيا ما اسمعش عنها ابدا خالص، فيها كل الاديان بشكل غريب، كلهم بيدينوا بالولاء الى وطنهم امريكا، الا مين؟ اليهود. اليهود اللي يمكن يدينوا بوطنهم اللي هناك امريكا، وايضا يدينوا الى اسرائيل ودولة الكيان الصهيوني. علشان كده اسرائيل مش عبيطة، علشان كده هي ما خلتش الكل يهاجر ليها، سايبة دراعات اليها في كل الدول اللي موجودة، سايبة دراعات وعائلات ليها في امريكا علشان ياخدوا مناصب زي ما واخدين مناصب كبيرة دلوقتي في وجود الديمقراطيين في الولايات المتحدة، وعلشان ياخدوا مناصب في كندا وفي أمريكا الجنوبية وفي أوروبا، هولندا، كل الدول اللي موجود اللي ليها مصالح، دايما تلاقي دولة الكيان الصهيوني بيسيبوا بعض العائلات منهم هناك في الدول دي علشان ما ينعزلوش عن الدول دي وتبقى العلاقات مجرد دبلوماسية، لا، عشان يبقى في علاقات ناس إليهم موجودين في الحكومات بتاعتهم بتساند الاغتصاب بتاعهم لفلسطين، بتساند مصالحهم، شبكات تجسس تحت أسماء المواطنين. طبيعي ما في إسرائيليين كتير جدا أو يهود كتير جدا هم ولائهم التام لدولة الكيان الصهيوني، يبقى قاعد في دولة أوروبية أبا عن جد مواطن أوروبي في الدولة دي، ولكنه طبعا هي شبكة تجسس بتعمل إليهم، وبعض من بيوتهم هي عبارة عن بيوت آمنة للشبكات التجسس بتاع دولة الكيان الصهيوني. إذن ده الوضع العام عندنا. في ياما على مر السنوات حصلت انتفاضات، آخر انتفاضة ليها كانت في سنة 2019 عندنا، اللي كانت في عيد الأضحى المبارك في 2019 لما استفزوا المسلمين، وقبلها برضو الانتفاضة بتاعت السكاكين، وقبلها انتفاضة الحجارة والشهيد محمد الدرة، وانتفاضات عاصرت كتير من السنين. إلا جينا في يوم 22 إبريل في السنة دي في 2021، يوم الخميس اللي فات ويوم الأربع والخميس اللي فات، وتحديدا ليلة الخميس اللي فات، وطلعت مجموعة بيقولوا عليها متطرفة رغم أنه كلهم متطرفين بصراحة، اسمها تقريبا لهافا أو لهافا اللي هي اللهب، وراحوا مطلعين بحراسة من الشرطة ومن القوات الاحتلال الصهيوني، ودخلوا ساحة المسجد الأقصى لاستفزاز المسلمين هناك والمصلين، ودخلوا من عند باب العمود، منطقة أحد البوابات لساحة المسجد الأقصى، وقعدوا يعلنوا بعلو صوتهم الموت للعرب سننتقم. اليوم ده كان موافق إيه؟ كان موافق ليلة 10 رمضان ويوم 10 رمضان. اشمعنا؟ عشان اول حاجة ينكدوا على المسلمين، وتاني حاجة علشان 10 من رمضان
حارقهم ومعلم عليهم، وعشان كده هم مغلولين من جواهم. والغريبة يا أخي إن أنت هم اليهود نفسهم متغاظين وبياكلوا في روحهم، والألم والقفة معلم عليهم، وأنت تلاقي ناس مننا محسوبين علينا مصريين ولا محسوبين علينا عرب يقول لك إيه ها 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 أنت فكرك إن أنت انتصرت. إذا كان اليهود نفسهم محروقين من كده والكل عارف، هو في يهودي بيسيب أرضه هو خدها إلا لما يكون خد العلقة التمام؟ طب رد عليا. התנגשויות חריפות ומרירות של יון ואוויר. מלחמה כבדת ימים, כבדת דמים. במלחמת ששת הימים נמסרו ההודעות למשפחות לאחר המלחמה. עכשיו אנחנו בעיצומה של המלחמה, ואיננו יכולים לתת את הביטוי הציבורי עכשיו לאבל הכבד. للأسف فيه البعض اللي عايشين في وسطنا خونة. خونة، في منهم اللي خونة رسمي، وفي منهم اللي خونة بضميرهم وبقلوبهم. في مننا اللي عايشين محسوبين علينا وهم خاينين لينا، وكل توجههم ممكن نقول ان هم مش كتار وهم كله، ولكن بيتمنوا ان هم يحط ايديهم في اي ايد مقابل مصالحهم بس. ولكن على كل حال لما حصل كده نرجع تاني في يوم 22 وحصلت المظاهرات، المسلمين طبعا والشباب في فلسطين احتجوا وحصلت اشتباكات. تقوم الشرطة تقوم بدل يعني احنا مغتصبين ارضنا وكل شيء وقدامهم الجماعة المتطرفة بتاعتهم، اللي حصل تقوم ضربة قنابل مسيلة للدموع على المسلمين هناك، والقنابل الصوتية والغاز المسيل وبالرش بالمياه، وأصيب أكتر من 100 من أخواتنا الفلسطينيين. وأيضا يقوم في تاني يوم في اللي هو كان يوم الخميس مجموعة المتطرفة في القدس، في مدينة القدس، في عرب سواء تجار سواء صحفيين إعلاميين، تطلع الجماعات المتطرفة ويقوموا بالاعتداء على المسلمين وعلى العرب داخل القدس في متاجرهم وفي أعمالهم، ويقوموا بأعمال وحشية تجاههم ويقولوا الموت للعرب. ويوم الجمعة يمنعوا المصلين من ان هم يدخلوا ساحة المسجد الأقصى، ويمنعوا الصلاة لمجموعات كبيرة في المسجد الأقصى. حتى السلم المحيط بساحة المسجد الأقصى اللي الشباب بيقعدوا عليه منعوا تماما، واحتدمت المواجهات ما بين الفلسطينيين أخواتنا الفلسطينيين، ويا رب ينصر أخواننا الفلسطينيين. وللأسف إن أيضا تكملة للاعتداءات الوحشية اللي حصلت، يقوم دولة الكيان الصهيوني بضرب مواقع كتيرة في قطاع غزة بالطيران وبالدبابات، حجة من إن المسلمين أو الفلسطينيين إن هم ضربوا بصواريخ على دولة الكيان الصهيوني من قطاع غزة. طب إمتى الضرب؟ طب لما نشوف الفعل ورد الفعل، ما جاش المسلمين والفلسطينيين من نفسهم وهم اللي عملوا كده، رغم ان وطنهم محتل مختطف اختطاف تام، ولكن لكن لما تطلع عندنا الجماعات المتطرفة، هم كلهم متطرفين، ولكن دولت متطرفين المتطرفين وصهاينة الصهاينة، لما يعتدوا على المسلمين ولما يحسوا ان هم واخدين علقة كبيرة في يوم 73 يوم 10 من رمضان، وطلعوا يوم ده تحديدا، ربنا ينصر اخواتنا الفلسطينيين. اخواتنا الفلسطينيين في محنة، ندعي لهم يا جماعة. طبعا بدون شك ان كل الدول بتشكو بالموضوع ده، بنشكو اوكي، وكل الدول العربية رافضة فيما يحدث، وكل الدول العربية بمصر بعتت رسائل الى الخارجية الاسرائيلية. ولكن شكرا جدا على مشاهدة حضراتكم للفيديو، ما ننساش يا جماعة اللايك ونشير الفيديو، وشكرا على مشاهدتكم مرة تانية، واشوفكم على خير. سلام عليكم.